السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في طباع مانجا وان بيس وتتزعي سريو الفصل 1017. طبعا الفصل نزل بالترجمة الرسمية أمس الأحد، بس أنا كنت مشغول جدا جدا أمس في الليل مع الأهل، آسف جدا جدا، فقعت أصور حاليا الأثنين الصباح. إن شاء الله إن شاء الله ينزل لكم قبل بث المانجا يوم الأثنين أو بالكثير يوم الثلاثة ثاني يوم. قبل لا نبدأ النقاش وكل شيء، بس حاب أقول لكم أنا حاليا الحمد لله صرت شبه منتظم في السناب، أنزل بشكل يومي نصائح وحكم وشغلات جميلة جدا جدا. فإذا أنتم حابين تتابعوني هذا كود سناب حقي، أتشرف متابعتكم لي في السناب. والآن خلونا نبدأ. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. طبعا صفحة الغلاف طالب رسم كالعادة من الكاتب، يبي واحد طالب انه باقي عبارة عن بازل اللي هي الكلمات المتقاطعة، هذه الصورة المتقطعة، وقرد الله يكربكم يجي يركب البازل. مجرد طلب بعد، والله الناس تطلب اشياء غريبه من اودا، ما ادري ليش اودا يرسمها. anyway ندخل على الصفحه الاولى مباشره. في طابق العرض كوين ينظر الى الساحه اللي كانوا واقف فيها، مكان اللي المفروض ان الميكروفون، اوتاما واقفه وقاعده تصرخ. وطبعا هذا اللي انتهى عليه الفصل اللي طاف، يوم جات اوتاما قالت انا اوتاما، فعلى طول هنا كوين قاعد طالع فيه يقول وش قاعد تسوي ذا الطفله هنا في وسط ساحه معركه. اهل حاليا الساحه دي ساحه العرض اصبحت ساحه معركه، وش جايب طفله عمرها 8 سنوات في وسط الساحه دي قاعده تتكلم على المسرح على العتبه؟ وطبعا كان قاعد يتساءل ما الذي اصاب بو هونغ اللي هي الميكروفون حقهم او اله نقل الاخبار حقتهم، المذيع حقتهم. طبعا جسمه كان قابض عليها بنبتة الوحش ذي اللي تاكل، وكان مثبت يدينها داخل الوحش بس مطلع وجهها ومخلي وجهها زي الميكروفون قدام اوتاما عشان اوتاما تتكلم. فهنا صرخ طبعا الحقير كينج على اوتاما، من انت ايتها الفتاة الصغيرة بزمرة كذا بشكل الديناصور العملاق اللي رقبته طويلة والزقارة في فمها وزمرة وذي طفلة عبرها زمرة؟ خافت اغمى عليها. طبعا جاء كل من أسبو ونام يركضون، أوتاما تملك نفس الجبهة كذا طايحة على ظهرها وبدأ ثمها يزبد يعني من كثر الرعب، إنه فعلا مو بهذا مكانها. خلينا توقف وسط ساحة معركة آلاف الأشخاص يتقاتلون تحت وديناصور عملاق ضخم مرعب يزمر عليها بهذا الصوت بهذا النبرة، ماتت من الخوف. تقل المشهد إلى الطابق الرابع، بنسميه إحنا طبعا مقهى القطط لأنه فعلا مصمم كتصميم مقهى القطط. كايدو سامح لكل واحد من التوبي روبو اللي عنده إنه يسوي القسم الخاص فيه زي ما هو يبي. شفنا بلاك ماريا كيف سوت القسم حقها. فعليا هو كون إنه هو أصلا قط سابر توث. كل فرقته عبارة عن قطط مثله أو على الأقل يعني يلبسون لبس القطط كذا، كانوا متشابين زيها، ومسوي المكان حقه كنا مقهى قطط مشهور، مقهى القطط في اليابان. وعلى طول جابوا لنا بنت من الخلف كذا ماسكة مسدس طح طالقة تضحك، والطلقة أصابت جيمبي وظهر منه دماء، وجابوا لنا الكاتب جيمبي شوي يصب دم وعيونه قلبه حمر يعني داخل معركة حامية الوطيس. فهنا هو زو قاعد ينظر لجيمبي يقول له ها ما راح تتذمر يا جيمبي، إن يعني إحنا متجمعين عليك وكلنا قاعدين نطلق ونضرب فيك. ففعليا جنبي حاليا يعني قاعد يقاتل مو زهو الحالة، هو زهو فرقته الفرقة اللي كلها قطط. طبعا ورانا الكاتب صورة كذا كيف انهم حاوطين 360 درجة، اللي صاير راسه زي الاسد وعنده اكثر من يد وماسك سيوف، واللي ماسك مسدسات، فكل واحد منهم تقريبا له عنده يعني سمايل فكات سمايل بس نوع من انواع القطط. فردنا جنبي قال المعركة هذه بدأت 5000 ضد 30000، فاحنا من البداية بادين وعددكم اكبر من عددنا، ما كنت انا متوقع وحاط في حسابي ابدا اني راح اقاتلك رجل لرجل، يعني انا عارف من يوم اني وقفت اقاتلك اني راح اقاتلك انت وفرقتك كاملة مو بس انت لحالك. وجنبي طبعا صامت، وطبعا كعادته في هيئات الكاراتيه حقتها يوجن كاراتيه كذا مستعد يعني قاعد ماخذ وضعيه قتال الكاراتيه. هنا هو ضحك يا لك من شخص ذو نظره ثاقبه، يعني انت فعلا شخص مزعج يعني فاهم الوضع فاهم الموقف. طبعا كلنا عارفين ان جيمبي انسان مخضرم في البحار فيعرف اشياء كثيره في البحر وطرق القتال واساليب القتال. فيرد طبعا جيمبي يقول هذا صحيح، مهمتنا احنا ان نبقيكم انتم يا الضباط توبي ربو والكوارث أكوبايد مشغولين، نشغلكم عنكم تدخلون في معركة كايدو لمعركة لوفي وكايدو. هدفنا ومهمتنا ان احنا نبقيكم هنا مشغولين في قتالنا احنا وما تدخلون في المعركة الرئيسية. تلقى المشهد على فرانكي وقاعد يقول اللعن هاقت قدم المزيد منهم. منين قاعد يطلعون ذا الملاعين؟ طبعا كلهم جيفترز، اغلبهم جيفترز اللي قاعد يطلعون ويهاجمون على فرانكي وعلى جيمبي. واظهر لنا الكاتب في الصورة الثالثة إينوراشي الكلب في مقاتلة جاك، وجاك قاعد يقول حق إينوراشي الكلب هذا معني انك تخوض معركة ارقام، يعني انت قاعد تقاتل 5000 ضد 30000 اذا بدأت المعركة طبعا، بس الحين وصلنا الى
20,000 واجهت 7,000 والأرقام كل ما لها تقل أكثر. جاك يقول حق إنه راشد لا تلومني على ذا الشيء، يعني أنا مالي ذنب مالي خص فيك، يعني أنت دخلت معركة وأنت عارف إن عددكم أقل منا فطبيعي إن إحنا بنتكالب عليه. أظهر لنا طبعا الكاتب 4 و5 من الجيفترز ويمكن حتى من الويترز اللي هم أتباع جاك صايرين في مقدمة يحمون جاك كالعادة. صدقوني أكيد إنهم حاطين بإنوراشي من جميع الجهات، شوف لأن شفنا إنوراشي في ظهره موجود سهم، يعني في واحد رماه بسهم في ظهره وإنوراشي الكلب يعني مو بكافي إن أنت إنوراشي ككلب مو قادر تتحول على طور السولنج وقاعد قاتل جاك في هيئة الفيل حقت الماموث داخل القصر لانه ما يشوف القمر anyway. فمهمته صايره صعبه بشكل مو طبيعي وقاعد لها يعني مو كافين اني انا قاتل جاك بعد اتباعه وياه. تقل المشهد عند واحد ثاني من اتباع كايد وقاعد يصرخ يتكلم على ما يبدو ان البلاجرز والويترز اللي هم المستمتعون او الضاحكون مع المنتظرون اللي في طابق العرض انقلبوا علينا، عددهم 4,000 شخص. واحد ثاني يقول لهم من حمقى، واحد ثاني يتساءل ما الذي يجدر بنا فعلا معهم، شو نسوي فيهم ذا اللي انقلبوا علينا، اقتلوهم اقتلوا اخر واحد منهم، كل واحد خاننا اقضوا عليه قتلوه. وهنا بدا يظهر المزيد من الجيفترز اللي تعافوا ورجعوا للمعركه، الغوريلا الفرس النهر كلهم ناس حصلوا على قدرات الحيوانات هذه عن طريق فواكه السمال المضروبة، يعني انهم فعليا شبه حيوانات وكلهم بلا مبالغة اكلوا فاكهة الكيبيدانجو حق تام، بس تام الى الان ما اعطتهم الامر. فالاتباع ذي للويترز بلاش انهم الكيفتر قاعدين يجلدون جلد، يعني ضربوهم ضرب قلبوا الكف اللي صالح كايت. جل مشهد على سبو ونامي قاعدين يصرخوا تستطيع فعلها يا أوتاما هيا. رجعت أوتاما على المسرح اللي المفروض يطل على ساحة العرض، طبعا هي تتكلم عن طريق باو هونغ اللي ماسكها سبو، فصوتها ينتقل عن طريق المكبرات المايريز وكأنها قاعدة تستخدم سبيكرز داخل القصر كله. فالرسالة اللي قاعدة تلقيها هنا قاعدة تنتقل للقصر كله، فبدأت تتكلم أوتاما مينا جميعكم يا كل رفاق الذين أكلوا الكبير دانجو. بدأ أتباع كوين يقول ها بدأت تصرخ مرة ثانية ويتتكال أرجوكم استمعوا لي جيدا، وكوين معصب شيلوها طلعوها من ساعة العرض ايش تبي جاي هنا. وهنا أعطت أوتاما أخيرا الأمر واللي هو أساسا عنوان الفصل أوردر، يجب عليكم أن تغيروا جهة قتالكم وتصفوا في صالح لوفي ومومونوسكا. يعني أنتوا حين في صف كايدو لا اقلبوا اتجاهكم وصروا في صف لوفي ومومونوسكي، هذا هو الأمر لكل من أخذ الكيبي دانجو وهو أساسا حيوان لأنه ما أكل فاكهة سمايل مضروبة، ففعليا هو حيوان وأكل الفاكهة فغصب عليه بسبب تأثير فاكهة الشيطان حقته تام أنه يسمع الأوان. طبعا بما أنه قالت خلوكم في صف لوفي مومونوسكي، فالكاتب حاول يورينا إيش وضع لوفي حاليا وإيش وضع مومونوسكي حاليا. فبداية ورانا لوفي داخل الغواصة وأتباع له قاعدين يعطونا سي بي آر، يضغطون في بطنه في صدره ويطلع ماي من فمه، واتباع له يقول تبالك نفسك يا قبعة القش. طالما انهم طلعوه من البحر وحطوه داخل الغواصة فالحين بيقدر يتعافى ويسترجع الهكي، بيقدر يعالجون جراحة اذا كان في جراح مصابة مرة خطيرة، وبيقدر يرجع لأرض المعركة بالاخير. المهم ان الكاتب مرانا ايضا شينوبو ممسكة بمومونوسكي شايلتها في دينها، وطبعا واضح انهم وصلوا على الارض مو في البحر، وصلوا على اليابسة، بس ما ورانا الكاتب كيف وصلوا، يعني اكيد زي ما قلنا من قبل شينوبو عندها قدرة الطائرة الشرعية كذا انها طارت بها وشي من هذا القبيل، وصلت مومونوسكي للارض بسلام. فمومونوسكي قاعد يبكي يقول كل البكاء مرتفع عالي، وبعد قاعد يزيه برضو كيمون كيكو لأنه قدام عيونه شبه ماتوا، ويمكن ماتوا فعلا ما ندري حتى الآن. فقاعد يبكي على كيمون وعلى كيكو اللي ماتوا قدام عيونه، وقاعد يرتجف من الخوف انهم طاروا من مكان عالي بطائرة شرعية. طبعا يورينا الكاتب عادينا داخل القلعة الطائرة او الجزيرة الطائرة ونقاشيما كيف انه وتامة تكمل امرها تقول يجب عليكم مساعدتنا لهزيمة كايدو. هنا جي المشهد على أمامي الحصان طبعا هذا اللقب معطية لوفي، بس المهم انه حاليا هي سبيد اصلا اسمها سبيد بس عين نسميها أمامي. ممتاز لقد اعطت الامر اخيرا، هذا الشيء اللي كنا نستناه انها تعطي الامر. جي المشهد على اللي مستخدم فاكهة سمايل الغوريلا، طبعا هو كجسم بشري عادي يده بس تحولت غوريلا بالكامل، فهو قاعد يكلم الغوريلا اللي في يده برسكيلا وش فيك، يعني كان ماشي معاه زي الحلاوة قاعد يجلد في الخونة فجأة صار تصرف مو طبيعي. تقل مشهد عند كوين وكوين معصب يصرخ شخص ما فليضرب هذه الفتاة اللعينة، ايش قاعد تهذر ايش قاعد تقول انقلب على كايد مش ايش تقصد. وذا البشر اللي في يد الغوريلا قاعد يكلم برسكيلا ايش قاعد تسوي انت ايش فيك، وذا الغوريلا قاعد يضرب في صدره امنياتك هي اوامري سيدتي، وبوم بوم بوم بدا يضرب في الخولة كلهم، وهذا يقول له وقف في يده طبعا الغوريلا ايش قاعد تسوي ايش فيك. لو جسمه بشري بالكامل على العكس
أمامي سبيد لا هي بالكامل هي تحولت حصان. بدأت الأخبار تتناقل بشكل سريع في الجزيرة كلها، الجيفترز قاعدين يتصرفون بطريقة غريبة، في شيء غلط مع الجيفترز قاعد يصير. كل الجيفترز يقولون أوامرك يا سيدتي، يقطعون في أتباع كايدو. الخمسمية جيفترز اللي كانوا واقفين في صف الأربع آلاف اللي خونا اللي هم البلاجرز والويترز، لا صار الجيفترز حاليا في صفنا، فصار عندنا 4500 من جيش كايدو انقلبوا على جيش كايدو، البقية الضعفاء أصلا واتباعهم. هاي ليش قاعدين تطعون أوامر هذه الطفلة الصغيرة؟ يعني بازر قاعد تأمركم أنتوا تنفذون أوامرها، شو السالفة؟ ما عاد عارف إنه فكان شيطان وإنه غصب عليه بنفذون. وحتى دايفوكو العقرب اللي كان مسوي روحه جاي كتابع ومخلص حين أظهر حقيقته، هيا ساعدونا القضاء على كايدو، انضموا لي رجال او رفاق، يقصد اللي هم الجيفترز اللي هو والويترز والبلاجرز. ايش قاعد تقول انت دايفوكو؟ ايش قاعد تتقلب؟ هو قلب من اول بس واحد يدري عنه. جاك واقف قدام إينوراشي الكلب وقاعد يقول ما الذي يجري؟ بدا الجيفترز يجمعون على اتباع، يعني عنده واحد جيفترز واربعه عاديين، اللي من الجيفترز قام يضرب اللي معاه الاربعه الباقيين، فكان معاه خط دفاعي كامل يدافعون عنه ويجبون على جاك، حين صاروا يضربون بعض فما حد قاعد يساعده، فصاروا يقاتل إينوراشي الحالة. وحتى إينوراشي نفسه يقول What is this mean؟ شو اللي قاعد يصير؟ ما اللي يعني هذا؟ شو فيهم قاموا يقلبون على بعض ذيل؟ اللي من الساموراي أيضا برضو ما يعرفون عن قدرة أوتاما، قاعد يتسألون شو فيهم يقلبوا على بعض ذيل؟ شو قاعد يضربون بعض؟ ويجيب لك ذاك اللي راسه زرافة، ما أدري هو زرافة بس البشر الموجود في الراس، حاضر يا سيدتي سمعا وطاعة لهذه الأوامر، وبوف بدأ يجلد في الويترز والبلاجرز، وكل اللي حولهم يا إلهي مالتن هالتن ذا الزرافة سجن صار مجنون قام يضرب فينا. فجأة ظهر واحد عبارة عن جسد أفعى كاملة وحتى راسه شوي على شكل أفعى وقال يا ابن البحر الأول جنبي، أنا سأقضي على أتباع هوز هو، أنت عليك بهوز هو، يعني أنا بساعدك، أنا بجلد الأتباع ذي هالقطاوة طبعا أغلبهم لابسين لبس قطاوة مش قطاوة فعليا، بس في كم واحد منهم برضو قطوا جيفترز بينقلبون برضو على أتباع هوز هو. ويجي الأخبار هنا الدور الرابع، الهيد لاينرز بوكر انقلب عينه وقام يضرب فينا، فجأة أصبح خاين هوز هو معصب، وش قاعد تسوي أنت يا البوكر؟ شو قاعد تضرب أتباعنا؟ هذا اسمه بوكر واحد من الهيد لاينرز. وينتقل المشهد إلى الدور الثاني نفس الشيء، هنا الدور الثاني الجيفترز انقلبوا علينا والجيفترز قاعد سنساعدكم يا الساموراي، قاموا يجلدون في الأتباع كايد الثانيين. ففعلا حاليا كان طبعا اللي يلعب قطعة الشطرنج اللي من السي بي زيرو قال الكلمة ذي، يقول حاليا المعركة شبه محسومة الكايدو إلا إذا صار فيه انقلاب جديد للأحداث. فالانقلاب هذا إن 500 من الجيفترز اللي أقوى قوة موجودة عند كايدو كعدد، يعني 500 عدد مو 6 توبي ربو ولا 3 كوارد، لا 500، وهم أقوى من الويترز وأقوى من البلاجرز، وينقلبون في صف لوفي ومومونوسكي. خلاص يعني هذه ضربة قاضية لأن الانقلاب مفاجئ، فبيقلب الموازين فبينجلدون جلدة تبع كايدو حاليا. يعني أنا ما أستغرب إذا جف الإحصائية الجاية، طبعا خلاص تبع لوفي ومومونوسكي يمكن ما يزيدون، خلاص بيكون على 7500، بس في المقابل في 19500 عند كايدو بعد الانقلاب هذا. ما أستغرب أبدا لأن قضى على 10000 كاملة وما بقى عند كايدو إلا بس 9500، فما جاءت 7500 في الإحصائية القادمة لو بها، ممكن حتى أقل، ممكن خلاص تصير الكفة لصالح لوفي أصلا. وهذا الشيء المتوقع أنه في نهاية المعركة لما يجي لوفي قاتل كايدو بيصير خلاص الكل انهزم، الكل انقضى عليه، وحتى اتباع لوفي خلاص بيصيروا انتهى لكم، انتهى وتقريبا الساموراي بيصيروا انقضى عليهم بعد المعركة الطاحنة ذي، وما راح يبقى لوفي وكايدو، هذا الشيء اللي أنا مران عليه من زمان، يطحنون في القتال حتى ظهور الفجر وينتهي بانتصار لوفي. طبعا جيب على المشهد عند هذا اللي من السي بي زيرو قاعد وحاط علامة استفهام فوق راسه ما بعرف شو اللي صار، واللي جنب اللي كانت تنقل الاخبار عليه نفسه قاعد تقول انا مو بعرف شو اللي صاير، حاجة غريبة قاعد تصير في سترينج، التقارير قاعد تجيهم في كل الطوابق، الجيفترز انقلبوا علينا، اتباع كايدو في حالة صدمة، ما الذي يجري؟ اخويانا انقلبوا علينا، شو اللي صاير؟ كل اونيغاشيما اصبحت في فوضى في الطابق الثاني، في البيسمنت، في ساحة العرض، في الفص الأيمن للعقل هذا حق نوغاشيما، في كل مكان الجيفترز انقلبوا لأن الأمر حق أوتاما انتقل في كل الطوابق وفي كل مكان. وطبعا ثلاثة الخدم الثلاثة حقين أوتاما اللي هم سبيد وغازلمان ودايفوكو العقرب انقلوا الكيبيدانجو اللي طلعتهم في السفينة، طلعت عبة أكياس أطنام من الكيبيدانجو عشان تكفي الخمسمية كلهم، فكل الجيفترز تقريبا انقلبوا بالكامل. جات نامي ضمت أوتاما تقول لك أتفعلتيها يا أوتاما، أوتاما تقول هيو خلاص يعني أنهيت المهمة، أنجزت المطلوب مني، سويت الإنجاز العظيم المطلوب مني فعلا. وطبعا يسبوا فرعان ييه الخطة نجحت نجاح ساحق جدا. هنا عاد كوين فهم الطبخة وعصب، هل فعلت تلك الفتاة الصغيرة شيء؟ أمام غاضب كذا وبدأ يجمع الطاقة في ثمها، طلقة بيطلقها على
المنصة اللي موجود فيها سبوا أوتاما ونامي. سبوا انتبه فقالوا هاي احذروا يلا نحاشوا. فقام ياخذ أوتاما ونامي وبينحشون إلا على طول قبل لا يطلق كوين طلقة جاكسون جي طاير كورونا سترايك بوف ضربة العنق أعطاه واحدة في رقبته هنا ركلة عشان ما يخلي يطلق على أخويا. طبعا بسبة ركلة سانجي طلقة شبه انفجرت داخل ثم كوين ما انطلقت على نامي يسبه وبدأ الدخان يطلع من ثم كوين وغاضب التفت على اللعنة عليك يا ابن جاجي يقصد جاجي اللي أبو سانجي. سانجي طبعا غاضب جدا يقول له لا تقول ذا الاسم عني مرة ثانية أنا مو أبو ولده متبري منه. بعدين يسأل هل أنت كنت جزء من فريق البحث العلمي الخاص به؟ طبعا للناسي يونجي الابن الرابع قال حق سانجي هذا الشيء. كنا في آرك الكعكة الكاملة الابن الرابع يونجي قال حق سانجي إنه أبونا جاجي كان مع دكتور فيجا بانك وفريق بحث علمي كامل يخترعون أشياء ومنها وصلوا إلى الدي إن إيه وأبحاث الدي إن إيه ذي اللي سووا فيها الجيش المستنسخين. فكوين يرد يقول آه تقصد المادز. مادز اللي هو المجانين جمع مجنون مادز اسم الأخير جمع مجانين يعني فريق البحث العلمي كانوا يلقبون باسم المادز المجانين من كثر ما بحوثهم أو تجاربهم مجنونة بشكل مو طبيعي. ويكمل تعليق يقول ذات واز إيجل هذا الشيء صار من زمان وين قبل 20 سنة 30 سنة لأن فعليا نعرف أن كوين كان موجود مع كايدو قبل 20 سنة وقت إعدام أودن. فعلى الأغلب أن كوين كان مع هذا الفريق البحثي قبل وفعليا نعم أبو سانجي كانوا يسوون الأبحاث العلمية دي قبل ينولد سانجي وإخوانه ففعلا يعني الأبحاث دي كانت قبل 20 سنة فما فوق. فيرد علي يقول أي انظر إلى جسدي شفني قدامك أنا بعطيك إياه بكل بساطة نعم أنا سايبورغ جسمي أنا سايبورغ. طبعا هنا كوين تحول إلى طور الهجين يعني أنه خلاص حاليا جدي في القتال وفي الطور هذا أيضا أظهر كامل جسمه السايبورغ كيف أنه يده آلية بالكامل ذيلة تحول إلى صوت آلي بالكامل حتى شعرا هاي الشعرة تحولت إلى صوت آلي وممسك في يده الثانية السليمة سيف. طبعا يده ذي اللي صارت زي الثلاث أصابع تنك تنك تصقع زي كده يعني تحول هذا لما يجي في الانمي بياخذ له 5 دقائق كده على ما يظهر لك التحول والقدرات كده. سانجي عالق يقول وهل كان المفروض ان هذا الشيء سر اصلا يعني قاعد توريني سر يعني واضح انك انت سايبر واضح من شفت رقبتك اللي تمطط وذيلك عن اللي قاعد يمطط هذا وكان آلي طبيعي واضح وضوح الشمس انك انت آلي. ولكن من وجهة نظري انا سانجي ايضا عنده قدرات آلية وعلمية متقدمة في البدلة وحال الوقت انه يستخدمها فبيصير فعلا هذا قتال العلوم قتال الساينس التطور العلمي حق جاجي الفينسموك في مواجهة التطور العلمي اللي وصل لك كوين. طبعا احنا تكلمنا عن ذا الشيء من فصل 985 شيء زي كذا من زمان اول ما لمح كوين يوم شاف الوانتد الجديد حق سانجي انه مكتوب عليه فينسموك سانجي عرف ان عائلته من الفينسموك قال هذا ابن جاجي العين عرفنا ولمحنا من قبل لربما ان كوين من فريق البحث العلمي الخاص بفيجا بانك وجاجي في السابق وحين تأكدت المعلومة فقط لغير بس ذكرنا هذا الشيء في حساب مسكوبر كمان اللي وصل حاليا 65,000 شكرا لكم على الدعم والمتابعة يا شباب. اتباع كايدو يقول احذروا ان هيئة كوين الهايبرد الهجين اللي بين البشري وبين الديناصور انحاش انحاش واخر علينا يعني حتى اتباع كوين يعرفون ان الهيئة هذه خطرة جدا وهي اقوى هيئات في القتال وقد تكلمنا وقلنا ذا النقطة ان الهجين هو اقوى نوع في اي واحد مستخدم فاكهة زون طور الهجين عند اقوى شيء فحتى كايدو يشوفون طور الهجين حقه كانوا اقوى شيء حاليا كوين اقوى شيء جاك الى الان ما شفنا طور الهجين حقه اللي نص فيه النص بشري كلهم عندهم حتى كينج عنده هيئة هايبرد هجين ما بين الديناصور والبشري بتطلع واللي طلعت بتشوفه يقاتل بجدية خلاص يعني وخر عنه خلاص بيقاتل بقوى معنا كوين يعلق على سانجي يقول جل انت فهمت اني انا سايبرغ ما راح يفيدك ذا الشيء انك فهمت يعني بذبحك سانجي التفت على تشوبر قال تشوبر الامور عندك اوكي يعني ما حاتي الموضوع انت بتتصرف مع زورو طبعا في البداية اول ما يقول الكلام احنا فعليا مقدر نشوف تشوبر لانه مرة صار صغير بسبب السايد افكت التأثيرات الجانبية للرامبل بول حقتها ذي اللي صارت 30 دقيقة طبعا سيزر حذر من ذا الشيء او سيزر علمه ما حذر قال له طبعا بيكون في سايد افكت لانك تتحول 30 دقيقة بس انت قرصانة ما يهمك ذا الشيء وفعلا قدر يقاتل من 30 دقيقة قدام كوين ويصمد لما جاء سانجي فحين سانجي يقدر يتكفل بالأمور وياخذ دوره كطبيب حاليا فتشوبر يرد على سانجي يقول له
اي اي دع الموضوع عندي، تركز على اللي عندك يا وليدي، خلي الموضوع عندي، خل زور عندي. فيرد سانجي يقول اوكي انا عارف ان الموضوع عندك بس انا لازم تقلق حول الموضوع، يعني خصوصا بعد ما كنت صغير كذا. فالتفت شبر على الدكتور طبيب ميا، قال ميا هل اللي تقوله صحيح؟ قال نعم عندنا هذا العلاج في دولة زو. ورحنا الكاتب شبر كيف انه موجود في راحة يد الممرضة تريشيا ما كان اسمها، مرة صغيرة درت ان الخود اللي كان لبسه مغطي راسه صارت مغطي جسمه كامل. طبعا الدكتور قال له نعم العلاج هذا اللي عندنا اسمه هولي ديورين او شيء زي كذا. فشبر يقول انا ما اعرف كفاية عن هالعلاج اللي تتكلم عنه، هل فعلا عنده قدرات تعافي قوية ولها تأثيرات تعافي؟ مو بتشافي، تعافي، ريكافري، تسوي لك تعافي، تعالج سريع. فيرد الطبيب يقول نعم بس هذا العلاج أو التعافي مؤقت، ريجنريتف يعني إعادة تجديد الخلايا، بس شيء مؤقت وللأسف لا سايد افكت، إنه بعد ما ينتهي الفترة المؤقتة اللي للتشافي التعافي راح يجيك الضرر دبل، الألم والتعب وذا بيجيك مضاعف بعد المعركة. بس أوره المربط اللي موجود داخل اللفافة يقول ما في وقت للتفاوض والتناقش على الأثار الجانبية، أخلص عطني العلاج بأسرع وقت. فالطبيب يقول أنت سمعت اللي أنا قلت لك قبل شوي؟ يرد زور يقول ما يهمني شو اللي يصير فيني بعدين، عطني العلاج خلني أقاتل الآن. وياس الشيء اللي أنا توقعته وقلته من البداية. في كثير عرضوني قالوا لا اللي سوى زور يكفي وخلاص انتهى دور، أنا قلت لا زور بيرجع للمعركة وعدو زورو راح يكون كينج لأنه سياف، وطبيعي نقاتل زورو كينج مع أنه طائر بس هو العدو الطبيعي له. طبعا أنا تساؤلي واللي نيز القائم حتى الآن إذا زورو بيقاتل كينج شو بيصير مع ماركو؟ ماركو وين بيروح؟ ما ندري حتى الآن، فلا نسبق الأحداث حاليا. نحن عندنا نقطة مهمة أن زورو راح يحصل على علاج يسبب ريجنريتف، يعني عظامك المتكسر راح تتجدد وتلتئم بشكل سريع وراح تقدر تتشافى بشكل مؤقت وتقدر تقاتل بجسدك بشكل مؤقت، وبعد نهاية المعركة بترجع تتكسر عظامك من جديد وتحس بالألم ضعف، ولكنه بياخذ أسبوعين ثلاثة عشان يتشافى منها عادي no problem. فتعليق زورو الأخير قال الشيء الوحيد المهم حاليا أني أستطيع العودة إلى القتال، أنا بأرجع أقاتل بأسرع وقت ممكن الآن. رجع المشهد إلى الدور الرابع، قتال هو زهو مع جنبي، إذا الكاتب ركز عليه بشكل أكبر لأن في معلومة مهمة أصورية جاية في الطريق الآن. بدأ الناس تصارخ القطاوة حقت هو زهو ضرب وجلد قاعد يصير، فيقول الجيفترز انقلبوا ها، قاعد يقول انا ما اعرف شو اللي قاعد يصير هنا ليش ذي انقلبوا، ولكن من الواضح اني لابد ان اقاتل انا بمفردي الان، يعني واضح اني خلاص المعركه بتصير 1 اون 1 بين جيمبي وهو زهو. اخيرا بعد ما الجيفترز انقلبوا بدوا يجلدون اتباعه زهو اللي كانوا يفزعوا له ضد جيمبي، فكان مو مضطر يقاتل بكامل قوته او بكل جديه. ربعه كانوا قاعدين يجلدون يعني مسوين تيم ورك، عمل جماعي 10 15 واحد على واحد، فمروق الرجال الحين خلاص اتباعي راحة ما بقيت الا انا، فمضطر اني اقاتل بكل قوتي في مواجهتك يا جنبي. وبدا يسحب السيف حقه والاخير طلع خنجر. طبعا في مشهد قديم قبل كم فصل خوزو كان يقاتل جنبي وكان عنده سيف طويل، فمستحيل كان عنده سيف ثاني، ما عنده الا سيف واحد، فشكل الخنجر هذا عنده القدره انه يمتد ويرجع يصغر كخنجر، يعني سبيشال سورد، سيف مميز في عنده الإمكانية إنه يتمدد ويصغر مرة ثانية إلى خنجر. هذا الشيء المنطقي صراحة، بس ما ظهر ولا تم تأكيد حتى الآن، فبننتظر نشوف قدام شو اللي بيصير. لوح بالخنجر بس الضربة اللي استخدمها قال شيغان كذا، طلقة اللي كان يستخدمها في السابق إذا تذكرون روب لوتش، ولكن جيمبي على طول يوجن كاراتي شينغ وعطي ضربة كذا اللي صدت كل الطلقات، لأنه كان اسم ضربة هوز هو مسدس السيف، يعني أنه قاعد يطلق بالسيف طلقات شينغ 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 طلقات اللي شيغان 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 شيغان. طلقة جيمبي كانت رايحة على هوز هو خلاص بتصيبه، ولكن هوز هو فجأة كذا استخدم تقنية سلو كذا اختفى من المكان بحركة خطافية سريعة وتفادى ضربة جيمبي. أول ما ظهر ظهر فوق جيمبي مباشرة وجعل جيمبي بيسوي له ركلة رانجاك اللي تذكرونها برضو كانت عند روبلوتشي. جيمبي حط في يده هكي تصلب وصد الضربة بكل بساطة، إلا أنه فر الضربة كذا زي اللي تفاداها أو أخرها مرت على الجدار وشقتها، نفس السلايس نفس القنيات روبلوتشي السابق يوم أنه كانت ركلاته تشق المبنى بالكامل. هنا علق جيمبي قال هذه تيكاي الجسد الحديد، القدرات اللي تستخدمها حاليا هي الركوشكي المعروفة، كانت يستخدمونها عملاء الحكومة، يعني جيمبي تعامل مع السي بي زيرو من قبل أو السي بي ناين عفوا، فيعرف أن هذه التقنيات القدرات اللي قاعد يستخدمها حاليا قدامه هي تقنيات السي بي ناين. ويقول ذا الكلام بدأ راس هو زهو يتحول على طور الهجين، بدأ يتحول على طور السايبر توث بس
هالمرة مو زي ذيك المرة تحول كامل، لا المرة هو فئة البشرية، فهذا هو تحول الهجين اللي نتكلم عنه. بدأ هنا جنبي يتكلم يقول أنا سمعت أخبار عن عضو من منظمة السي بي 9 هرب من السجن قبل سنتين، يعني يوم يدخل لوفي ويدمر السجن ويطلع هو مع جنبي وكروكودايل، طبعا هم طلعوا لحالهم في البداية بس بعدين اللعين بلاك بيرد دمر أم السجن ودمر ماجلان، فهرب العديد من السجناء خصوصا من الطابق السادس والطابق الخامس، عديد بشكل مو طبيعي، هرب ناس كثيرين. يقول أنا سمعت إن في واحد من أعضاء السي بي 9 كان مسجون وهرب قبل السنتين، مع أنه شيء غريب جدا بالنسبة لي أنه عميل لحكومة العالم سي بي 9 سايفر بول مسجون أصلا، شو ودك السجن؟ فهنا علق هو زو يقول ها 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 أنا مو قادر أصدق أنك تتذكر ذا الشيء. نعم هذا أنا كنت عميل في السي بي 9 وكنت مسجون وهربت من السجن. أكد الخبر أن الإشاعة اللي سمعته والخبر اللي سمعته عن عميل من السي بي 9 هرب من السجن هذا أنا كنت أعرفك يا جنبي لأن أنا كنت من السي بي 9 بس أنت ما تعرفني. ويكمل كلامه يقول أنا حاليا سعيد بما أنا عليه الآن، يعني أنا وصلت واحد من توبي روبو عند كايدو ومخفي هويتي هو زهولة بس قناع ما حد يعرفني، فأنا عجبني الوضع اللي أصبحت فيه الآن، بس أنا مريت في الجحيم، عذاب في الجحيم، كل هذا بسبب خطأ ارتكبته قبل 12 سنة. قال سينجل ليتل مستيك، خطأ وحيد وصغير بسيط، يعني خطأ بسيط سويته قبل 12 سنة خلاني أمر في الجحيم 10 سنوات، لأنه هرب من السجن قبل سنتين، فعشر سنوات تم مسجون في الإمبل داون بسبب خطأ صغير بسيط ارتكبه قبل 12 سنة. ويكمل كلامه يقول تدري أن كانوا يتكلمون عني ويقول أني أنا أمتلك المقومات أن أكون مثل العبقري روبلوتشي، يعني كان عندي مقومات أن أكون ياب مستواي أعلى منه. سوى بعدها مرة ثانية شيغان بس المرة بثمة بالعضة، فظهرت مثل العضة حقيته كده من طلقة على جنبي أدرك خطورتها، ما حاول يتصدى لها، تفاداها بالكامل، مرت من وراه والأنياب ذي اخترقت الجدار اختراق كامل، شقته شق، يعني لو أصابت جنبي كان ممكن تسبب له إصابة مميتة. جنبي علق يقول نعم أنا لم أرى قدرات الريكوشكي هذه من قبل، قدرات الرانجاكو تيكاي شيغان هذه كلها ما شفتها من قبل، بس أنا أشفق عليك لكن أنا ما لي دخل باللي صار لك، يعني قدرك هذا وعذابك انك سجلت 10 سنوات، انا ايش دخلني فيك؟ كيفك راح تعذب؟ فهنا هو زهوي واستوقفه ويقول له لا هنا انت مخت. طبعا كنا نعرف بان هو زهوي حاليا تحول على طور الهايبرد الهجين، خلاص بدا يقاتل بجديه، يعني هذا اقوى قدراته اقوى تقنياته، فبيقاتل بكل ما اوتي من قوه، ويعني حاليا جنبي قاعد يقاتل شخص بنفس مستوى روبلوتشي قبل السنتين قاتله لوفي وتفوق عليه بصعوبه، مع العلم ان فاكهه هو زهوي كون انها عتيقه عريقه منقرضه أقوى من فاكهات روبلوتشي اللي هو النمر العادي، يعتمد على الاستخدام، هل هو زهو وصل في مستوى قوته إلى مستوى روبلوتشي أم أقل أم أعلى، هذه up to debate، يعني لا يزال في مجال للتفاوض والنقاش فيها، بنتناقش في النقاط في البث يوم الاثنين إن شاء الله الليلة، بس ما أدري عاد بيصير انطباع نزل ولا لا، نشوف. الحين هو زهو قاعد يقول له هنا أنت مخطئ يا جنبي، يعني تقول إن ما لك علاقة باللي يصير لي، أنت قبل شوي عرفت بنفسك وقلت إنك أنت رجل الدفة، أنت اللي بتقود السفينة، هيلزمان حق طاقم قبعة القش، وقلت بكل فخر واعتزاز. مجرد ذكر هذا الاسم، اسم قبعة، يجيب لي الذكريات المريرة اللي أنا عشت 10 سنوات، وبدأ يعطي المعلومة الأسطورية المجنونة الصادمة الترابطية العبقرية من أودا قبل 12 سنة فاكهة شيطان سرقت. ستولن، حط خطين حمر تحت سرقة، من سفينة الحكومة، من سفينة تابعة لحكومة العالم. وعندما ظهر قبعة القش قبل سنتين، يعني قبعة القش ما ظهر ولا بدي يضيع صيته إلا قبل سنتين، وبالأخص في السجن، لاحظ أنه زو كان موجود في السجن وقبعة القش لوفي دخل السجن وقاتل في السجن. أنا صدمت عندما علمت الحقيقة أن قبعة القش لوفي أكل فاكهة جومو جومو نومي. أنا صدمت أن لوفي ما أكل فاكهة المطاط التي سرقت من تلك السفينة. طبعا كان في تعليق للمحرر في الترجمة الغير رسمية من المجلة، فاكهة المطاط تحمي حكومة العالم، لماذا تحمي حكومة العالم فاكهة المطاط، شيء زي كذا في الإصدار الرسمي ما يحطون تعليق المحرر يشال، ولكن مو مهم تعليق المحرر، الواضح الفكرة يقول لك ذكريات المريرة اللي أنا عشتها، أنا أحس بغصب حلجي يوم شفت أن فاكهة المطاط اللي انسرقت من حكومة العالم موجودين هنا. ليش؟ لأني أنا انسجنت 10 سنوات وسبت هذا الخطأ البسيط،
اني سمحت لشخص ما بسرقة فكات قبعة القش فكات المطاط من تلك السفينة. يعني الرجل اللي كان مسؤول عن حماية فكهة المطاط في السفينة الحكومية هم السي بي 9، وهم بالأخص وبالذات هو اللي كان مسؤول عن حماية. طبعا هذا لو كان هذا اسمه، أنا ممكن الحين بديت أشك إن هذا لقب له هو إزهو، لأنه ما يبي أحد يعرف اسمه لأنه عميل للحكومة هو من السي بي 9. لاحظوا السي بي زورو موجودين فوق قاعدين في طابق الضيافة، لو دروا ان هذا العميل السابق يمكن يجون يقتلونه، ما يبونه يتم هنا، بس هو مخفي نفسه، مخفي حقيقته وهويته عن الناس. ايضا فاكهة الشيطان اللي عنده حاليا، فاكهة السايبر توث، هل كانت عنده من قبل ينسجن، ام اخذها من ضمن طاقم كايدو، ام يمكن اخذها عذر على الفاكهة دي واكلها بعدين جاء ضم طاقم كايدو. كل هذه الاحتمالات واردة، ما نقدر نجزم بكذا او كذا، لان عقليا او منطقيا بالنسبه لي انا لو حكومه العالم كانت عندها هذا الفاكهه كانت تعطيها روبلوتشي، ما بتعطيها هوزهو، الا لو كان فعلا هوزهو اقوى من روبلوتشي في ذاك الوقت وكانوا معولين عليه واعطوه هذه الفاكهه عشان يحمي فاكهه المطاط، وفي الاخير فشل. فبسبب فشلك الذريع انك تحمي هذه الفاكهه المهمه والاسطوريه تم سجنك. طيب هل فعلا فاكهه المطاط مهمه واسطوريه بسبب الفاكهه نفسها ميزتها، ام بسبب دلالتها يعني اللي بياكل فاكهه بيكون عنده شيء مهم؟ هذه النقطه نحتاج اشرحها قبل، لان انا تكلمت فيها في اللايف ريكشن النقاش، بس ممكن بعضكم ما شاف اللايف ريكشن النقاش تو يشوف الانطباع، فلازم اشرحها بالتسلسل. للي ما يعرف، في اول فصل من القصه الاكيرو الدب المتين التابع لشانكس قال ان الفاكهه فاكهه المطاط سرقناها من اعدائنا سفينه العدو بصعوبه، او للتو سرقناها من سفينه العدو وجلو في اكلها بارد مبرده، ففيها شيء يقهر يعني ان الفاكهه اكلت، كان لكرو غاضب انها اكلت الفاكهه بالطريقه دي. فعلى الاغلب اللي سرق الفاكهه من سفينه الحكومه ومن السي بي 9 هو شانكس، لان مستحيل اي قرصان ضعيف يجي يسرقها بكل بساطة. سفينة الحكومة وفاكهة سرية ومتحفظين عليها، يعني أحيانا الكاتب أعطى دلالة وأهمية للفاكهة. نجي حاليا النقطتين، فاكهة مثلا الأوبي أوبي نومي، فاكهة لاو حكومة العالم كانت تبحث عنها لأن فيها ميزة قوية تعطيك الخلود، ممكن كانوا يبون الخلود لأنفسهم، ممكن ما يبون أحد يحصل على الخلود. في كلا الحالتين الفاكهة مهمة، ولهذا السبب كانوا يحصلون عليها ويدفعون فيها مليارات البليز عشان انهم يحصلون عليه. فاكهه المطاط لربما ان فيها ميزه اسطوريه قويه ما ندري عنها، ما ظهرت حتى الان السايد افكت اللي يعني اللي يسمونها الجيفت حق الفاكهه اللي تعطيك اياها الفاكهه، ممكن طور الايقاظ حقها مره 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 قوي يسوي شيء مجنون ما كنا نعرف عنه، وممكن هذا الشيء المنطقي بالنسبه لي قلته في حلقه النقاش لها دلاله، بمعنى ان متنبأ في رافتيل في الحجر ريو بنجلف متنبأ أن فتى النبوء القادم الجوي بوي القادم راح يكون عنده فاكهة المطاط. طبعا ما راح تكون بذا الصيغة. إذا تذكرون نظريات محمد كان يتكلم عن لوك من التواتة ديد النهار، كان يسمونه سلينج آرم، أن يده تمتد مثل السلينج مثل النبيطة مثل المطاطة، فطبعا كان يسمونها يد الرمحة، رمحة تمتد مثل اليد يرميها مثل السبير فتمد يده تطول. فماذا لو ان في رافته المكتوب كذا ان الجوي بوي المستقبلي ستمتد ذراعه مثل السلينج كذا، يعني وصف له مما يعني ان الجوي بوي المستقبلي راح يكون مستخدم الفاكهه المطاط. فلهذا السبب حكومه العالم او امسما بالذات ما تبي النبوءه هذه تتحقق، فحاولت تحفظ على الفاكهه عندها بحيث انها تمنع فتى النبوءه انه يحصل عليها. ولكن شانكس اللي يعرف النبوءه عن طريق روجر على الاغلب تعمد سرق الفاكهه وتعمد جابها وحطها عند لوفي. طبعا اول ما طرحت النظريه دي اخوي ابراهيم اعترض عليها، ويحق له، وكثير من الجمهور اعترضوا عليها ويحق لهم، شاطحه جدا اللي انا بقوله حاليا، بس خلينا نفكر فيه بمنطقيه. حكومه العالم بتحرس الفاكهه ما بتخليها في الازرق الشرقي، المفروض ان الفاكهه موجوده في الجراند لاين، والسي بي زيرو والحكومه العالم كلها في الجراند لاين، لان في الازرق الشرقي ما كان في الا سموكر ومورغانز اللي هزمها لوفي في الحلقه الاولى من الثانيه، ناس ضعفاء جدا يسمونها الازرق الشرقي اضعف البحار. فاذا انت عندك شيء قوي زي كذا بتحاول تحميه، ما بتحميه في اضعف البحار، بتحطه في الجراند لاين وتحت حراسه مشدده تحت السي بي 9. فكون ان شانكس يسرق الفاكهه في الجراند لاين ويبحر ابها لين الازرق الشرقي ما كلها، ما اعطاها من طاقم ياكلها، ما باعها، ويجي في بار وينزلها ويحطها في البار هذا عشان يحتفل مع رفاقه في علبه مفتوحه حتى مش مقفله، وبعدين يوم كلها لوفي شي ما اعطيني اشكالتي لوفي طلعها،
مو منطقي بالنسبة لي أبدا أبدا أبدا، مش منطقي اللي صار بالنسبة لي أنا. طبعا في ناس اعترضوا قالوا لا بس ردت فعل شانكس يوم أنه كان ماسك روفي يقول طلعها طلعها، يعني هل معقول أن شانكس ما يعرف أنك إذا أنت أكلت القضمة بلعتها خلاص أنت امتلكت القوة، حتى لو سويت زي كذا ما راح تطلع الفاكهة، وخلاص أنت اكتسبت القدرات من أول قضمة للفاكهة، أنت اكتسبت قدراتها بلعتها خلاص القدرة جاتك. فشانكس مو بعبيط انه يقول له طلعها طلعها طلعها. ليش كان يمثل شانكس؟ في ناس قالوا لي طبعا قالوا في التعليقات اشكرهم، ما اذكر والله من اللي قال ذا الشيء في حلقه النقاش، بس كان تعليق جميل جدا انه لو شانكس قال حق طاقمه انا خطرت بحياتكم وهجمنا على سفينه بحريه وسي بي 9 ومعركه مميته عشان نسرق الفاكهه، وبدل نبيعها ونجيب مليارات البليز ووزعها عليكم أنا سرقتها عشان مؤمن بالنبؤة أن هذا الفتى في المستقبل بيصير فتى النبؤة وبيحقق وبيسوي الجيل الجديد والعالم الجديد، وأنا رهنت بيدي عليها وذا الكلام، ما بيصدقون طاقمها. يعني حتى لو صدقها بين باكمان مثلا عز رفاقة باقي الطاقم ما بيصدقون. فالتمثيلية ذي ما كانت علينا إحنا، التمثيلية ذي كانت على طاقم شانكس عشان يبين لهم ترى أنا مو متعمد أعطي الفاكهة لوفي، انا لا انا كنت جايبها بالغلط كذا ولوفي كلها بالغلط وطلعها طلعها طلعها. بينما في الواقع هذه كلها تمثيليه لان شانكس جاي للازرق الشرقي لهدف، مو جاي عباطه. انت كقرصان عظيم تطمح انك تكون يونكو، رجعتك للازرق الشرقي ما لها لازمه، كان يتردد يقول لك كان يتردد على الازرق الشرقي، يروح الجراند لاين يدخل يسوي مغامرات ويرجع للازرق الشرقي. هو اصلا مش من الازرق الشرقي، شانكس من الازرق الشمالي قاله الجنوبي ما اذكر، حتى يودي حق اللحية البيضاء الساكي قال هذا الساكي من موطني، ما كان من الأزرق الشرقي أصلا. فإيش جابك أنت يا شانكس للأزرق الشرقي؟ زي ما ملوك البحر سي كينج اللي كانوا موجودين عند جزيرة اليوجن كانوا متنبئين وعارفين من قبل 800 سنة، عارفين أن ملكة الحريات راح تنولد بعد 10 سنوات وفي ذا البحر، وقالوا الحاكم الآخر سيولد في بحر بعيد من هنا. فملوك البحر يعرفون النبوءة، اللي كاتب النبوءة في لاف تيل يعرف ان فتى النبوءة راح يولد في الازرق الشرقي، فشانكس عنده خبر ان فتى النبوءة راح يولد في الازرق الشرقي. طبعا ممكن انه ما يعرف انه هو لوفي نفسه، ما كان واثق ومتاكد انه هو لوفي نفسه، بس كان يتردد ويمر على اكثر من جزيره في الازرق الشرقي، قابل لوفي، سمع من لوفي نفس الكلمات اللي قالها روجر الكابتن حقه، فشبه تاكد ان لوفي هو فتى النبوءة بس مو متاكد 100%. فجاب الفاكهه حطها يبي يشوف هل لوفي بياكلها، لو اكلها لوفي فهذه خلاص 100% لوفي هو فتى النبوءة. وبعدها بعد ما اعطاه الفاكهه خطف لوفي قال شمطه ونقز للبحر وضحى بيده، ضحى بيده عشان يحمي لوفي لانه يعرف ان هذا فتى النبوءة ولازم يعيش، وقال حق اللحيه البيضاء انا راهنت بذراعي على المستقبل لانه يعرف ان لوفي هو المستقبل. يعني هو بالنسبه له كان يتكلم عن لوفي مع ريلي مع ميهوك منافسة ميهوك، ميهوك أول ما شاف البوستر شاله وجابه عن شانكس قال له شوف هذا الفتى اللي انت استناه. فالكل كل اللي يعرفون شانكس أو قريبين من شانكس يعرفون أن شانكس قاعد ينتظر لوفي وقاعد يدعم لوفي، يبي لوفي يجي، ينتظر لوفي يجي. عطاه القبعة بعد ما ضحى بيده وقال له أنا باجي بصير، قال أمسك هذه القبعة لا ترجع لي لما عندما تصبح قرصان عظيم، ومشي وخلاه. يعني أنا أسستك أعطيتك الفاكهة أنقذتك من الموت ضحيت بحياتي عشانك ويلا الدور عليك. ويوم جه حرب المارين فورد وتدخل شانكس وانقذها اعطى باقي القبعه قال رجعها، لا لسه لم يحن الوقت انه يرجعها لي. شانكس عارف ان لوفي هو فتى النبوءة وانه لازم يحصل على القبعه ذي ويحملها معاه لين ما يجي، وواثق ان لوفي بيجي، مو مجرد رهان، مو مجرد اني انا والله هذا شخص انا شفته ومتنبه فيه واثق فيه، لا 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 الموضوع اكبر من كذا. الموضوع ان شانكس يعرف النبوءة يا جماعه الخير، هذه شبه صارت بالنسبه لي شبه مؤكده، انا مران على هذه النظريه حاليا، ادينا شاطحه، ادينا مجنونه، ويمكن حتى الكاتب ما يثبتها لي، بس انا متفائل ومؤمن ان الكاتب راح يثبتها قدام، وانتظر اثبات الكاتب لي على ان شانكس كان يعرف ان لوفي هو فتى النبوءة وتعمد يعطيه الفاكهه. الشيء القوي والاسطوري والرهيب اللي صار في هذا الفصل ان فاكهه لوفي اللي الكل كان يظنها مجرد فاكهه غبيه ما لها لازمه صار لها دور وشيء مهم جدا، لدرجه ان حكومه العالم كانت تحرس وتحميها وحاطه واحد من اقوى اعضاء السي بي 9
المنافس لروبلوتشي على حمايتها، وحكومة العالم ما تعطي سي بي 9 إلى المهمات السرية توب سيكريت واللي لها علاقة بالقرن الغابر أو بالأسلحة الدمار الشامل اللي لها علاقة بالقرن الغابر. يعني شفنا السي بي 9 في أول ظهور لهم، مو كلهم، كان خمسة منهم بس، لاحظ أن البقية اللي كانوا موجودين عند اليوم جابورا وشابابا وذيلي كانوا عندهم مهمات أخرى، بس خمسة من أقوى الأشخاص أو أربعة على الأقل، نتكلم عن روبلوتشي ودورا دورا ومخاشم ذاك نسيت اسمه والبنت كالفة، كلهم ذلك كانوا موجودين في الووتر 7 ومهمتهم السرية اللي تموا خمس سنوات يمثلون انهم اشخاص ليسوا هم حقيقة، مع شركة صناعة السفن غاليلا كامباني ذيك اللي كانت تصنع سفن مع ابو الفار هذا نسيت اسمه، مهمة سرية بس عشان يحصلوا على مخططات بلوتن اللي موجودة عند فرانكي اللي بعدين فرانكي حرقها طبعا، بس ستيل كانوا جواسيس في منظمة او شركة هامباغا سان اللي عند الفار هذا اللي قليلة كامباني، لانهم يعرفون ان تلميذ توم سان صانع سفينة روجر اللي عند المخططات حقت بلوتن، سفينة بلوتن اللي برضو عند كاتف لاملي وفرانكي، شوف الترابط المجنون، كل هذا الشيء جزء خمس سنوات كمهمة سرية بس عشان يحصلون على هذه المخططات، وفي الاخير جات بعد روبن يعني تشيري ان ذا توب على قولتهم، اضافة على كعكة الكبيرة دي فراولة فوق ان حصلنا برضو على روبن اللي تقرأ البنقلف، فاختطفوهم، اختطفوا فرانكي وروبن وراحوا بهم الى الحكومة العالم، بعدين جلوفي دمر الحكومة وانقذهم والكلام هذا كله. سي بي ناين مهماتهم توب سيكريت، مهمات سرية للغاية، كون ان حكومة العالم كانت تتحفظ على فاكهة لوفي كمهمة توب سيكريت معناته ان الفاكهة دي فيها شيء خطير جدا جدا جدا، يا ان فاكهة فتى النبؤة المتنبأ ان فتى النبؤة راح ياكل الفاكهة فما نبي ياكل، يا ان فيها ميزة او قدرات. طبعا احد النظريات الشاطحة اللي جات برضو جميلة جدا بس شاطحة ما تقدر تجزم فيها، ان ماذا لو ان الجيفت المكافأة اللي تجيك إذا أخذت هذه الفاكهة زي مثلا ألفيدا الدبة المجنونة اللي في أول معركة أخذت فاكهة نعومة نسيت اسمها وتحولت إلى جسم جميل جدا ناعم، هذا الجفت حق فاكهتها، تكلمنا عن الجفت حق الفاكهة دي كثير وما بعد شرحها، بس ماذا لو كانت الجفت حق فاكهة لو في المطاط أن يصاحبك معها حظ عظيم جدا يجنبك أي بلاوي أو أي مشاكل، يعني ينقذك من مواقف مميتة جدا بسبب الحظ اللي يجي مع ذا الفاكهة. طبعا قد البعض يعترض شلون فاكهة وتجيك حظ، لا كان في فاكهة شيطان في أحد أفلام ون بيس فيلم جولد، كان في فاكهة حظ نومي قتلها يسبه، كانت قال ما لي إلا أني أستنفذ حظش عشان لخلص حظش أقدر أهزمش، كان جايب لها ماكينة كذا نحاش راح يجرب ماكينة استنفذ حظه كله ورجع ما أدري عشان يجيب لها نحس، ما لي بذاكر الحبكة بالضبط، بس دي كانت قدرتك كذا إنه محظوظة جدا، أي شيء يصير من صالحها من حظها، تنقلب الدنيا وتطيح على راسك عشان حظها، أي أحد يعترضها يجي نحس أو شيء زي كذا. الكاتب قد فكر مثل ذا الفاكهة، فإنه يجيب لك جيفت يعني شيء إضافي لفاكهة لوفي إنه تعطيك الحظ العظيم هذا برضو وارد. أنا ضدها بيني وبينكم، ما أتمنى إنه يكون هذا هو فعلا الجيفت حق فاكهة المطاط، معني ما أعتقد إنه في لها جيفت، أتوقع إنه مجرد متنبأ بها، ولكن الشطحة جميلة يجب أن تطرح، يعني يستحق أن تطرح، ماذا لو يعني ماذا لو أودة مجنون لهالدرجة أن أفكر بالطريقة. يعني أنا أشوف وجهة نظري أن لا، إمسا ما تعرف أن فتى النبؤة المستقبلي راح يستخدم ذا الفاكهة، فعشان أمنع ظهور فتى المستقبلي راح أمسك الفاكهة هذه وحرص عليها وأخبيها، ولكن شانكس جاء وهو يعرف النبؤة سرقها وودها لين عند لوفي عشان ياخذها يتعلم عليها ويستخدمها. طيب لا يزال في جعبتي الكثير والكثير، بس عشان صوتي لان الليل عندنا بث بيحافظ على ما تبقى من صوتي حق البث، فاعتذر، تعالوا لنا بث المانجا يوم الاثنين في الليل ان شاء الله قبل هذا البث تنزل هذا الانطباع، او اذا نزل ارجع شوفها بصير نزل البث امس في القناه. اذا كنا وصلنا لنهايه هذا الانطباع اتمنى ان رضاكم في الختام، قول معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، لا تنسوا الاشتراك في القناه وضغط على زر الاعجاب والشير، واشوفكم على خير.